ومن حالة التقصي رح ننتقل إلى فقرتنا الطبية، ورح نحكي عن أكثر أمراض الثدي شيوعا، ونضوي يمكن على نقاط كلنا بنجهلها لحتى نحمي حالنا من يمكن مضاعفات بتودي بحياة الصبايا أكيد والسيدات يلي عم يتابعونا. خلينا نحكي بهذا الموضوع مع الدكتور أنس عليلو، أخصائي جراحة عامة. صباح الخير دكتور، أهلا يسعد وسهلا صباحكم واهلا فيك. وسهلا فيكم، يعطيكم العافيه. يسعد صباحك. بالبدايه دكتور، يمكن صرنا بالاونه الاخيره او العشر سنوات الاخيره عم نسمع كثير بامراض الثدي تصيب النساء والسيدات، يمكن اختلاف الجو او اختلاف ستايل الحياه بياثر بشكل كثير كبير. خلينا نحكي عن اكثر الامراض شيوعا اليوم اللي عم نسمع فيها، او يمكن من خلال التواصل مع المرضى بعيادتك. تماما، الحقيقة الثدي هو رمز لأنوثة المرأة ورمز لجمالها، وبإضافة إلى ذلك هو رمز لعطاء وحنانها. والحقيقة الثدي بشكل عام بيتعرض لكثير من التغيرات الفيزيولوجية والوظيفية، ابتداء من حياة المرأة من سن البلوغ، مرورا بالحمل والإرضاع، وانتهاء بسن الحكمة. والحقيقة الأمراض الثدي الشائعة يلي ممكن نحن نشوفها بعياداتنا هي الكتل، وأكثر تقريبا 50% من الشكايات عند الإناث بشكل عام أو الصبايا هو جس كتلة بوقت معين، وطبعا هذا الموضوع بيختلف طبعا من مرأة إلى أخرى. إضافة للأمراض اللي لها علاقة بالأمراض الالتهابية وخراجات الثدي كمان بنشوفها بشكل كبير. في عندنا كمان الداء الليفي الكيسي والاورام الغديه الليفيه اللي هي شائعه الحقيقه مع توسع الاقنيه اللبنيه. نعم دكتور، خلينا نركز بالبدايه على موضوع الصبايا بعمر المراهقه. يمكن كثير من الصبايا بيصيروا بحسوا في كتل، في شيء اجسام غريبه، في منها ثابت ومنها متحرك. تمام. خلينا نحكي عن هي انواع الكتل، باي عمر ممكن نقول انه هي خطيره، شو هي العوارض المرافقة لها لحتى نقول انه لازم نراجع طبيب، ولا انه لا هي قصة عادية وعابرة؟ تمام. هلا الحقيقة في دراسات ببريطانيا بتقول انه من كل 100 مرأة عندها احساس كتلة او جسة كتلة بوقت معين من حياتها، الحقيقة 50% من هي الكتل او حتى 65% من هي الكتل بتكون كتل سليمة، وحتى انه لا تستدعي اي علاج للأمانة يعني. ولكن بشكل عام كتل الثدي الشائعة للصبايا بعمر العشرين الثلاثين هي الأورام الغدية الليفية أو الفايبرو أدينوما. الفايبرو أدينوما هي أورام حميدة بتتواجد بالثدي، شكلها بيضوي واضح الحدود، منتظم الحواف، بيكون أحجامها بين 2 و3 سنتي. الحقيقة هي الكتل دائما نحن بهمنا عمر المرأة لحتى نحكي عن موضوع انه شو علاجها. فمعظم هي الكتل الحميدة بيكون علاجها عبارة عن اجراء خزعة بالإبرة، التقييم انه نحن نتأكد انه هي الكتلة اللي عندنا هي ورم غدي ليفي حميد، وبالتالي بتكفي المراقبة. ولكن هي المراقبة بدها تكون بعمر بين 25 لل 35، ولكن يفضل دائما للصبايا او النساء اللي فوق ال 35 سنة بنصحهم الحقيقة انه نستأصل هي الكتلة لننفي الخباثة. ويمكن كل النساء والصبايا والسيدات اللي عم يتابعونا بس يعرفوا انه في كتلة او يحسوا فيها، دائما بينتابهم الخوف او بتلاقيها ارتعبت فكرت انه ممكن يكون سرطان. خلينا نحكي عن هي النقطه، كثير مهمه انه مش اي كتله او خليه. تمام. ممكن تكون بجسم المراه هي تؤدي لسرطان. تمام. ونحن عم نشوف حالات سرطان اغلبها ممكن يكون وراثي بالعائله نسبه كثير عاليه. تمام. الحقيقه دائما نحن بشكل عام للصبايا اول ما بيجونا بكتله فعلا يعني ممكن نقول انه ما بيناموا الليل، انه انا عندي كتله، انا عندي مشكله. هي معظم مثل ما حكينا انه 60 70% من هي الكتل هي كتل حميده، ولكن ننصح دائما نحن باي تغير بشكل الثدي، تغير بحجم الثدي، لاحظنا كتله، لاحظنا اي تغير، نطلب الاستشاره الطبيه يلي هي الطبيب اكيد رح يعمل استقصاءات شعاعيه، نحن نثبت او ننفي شو معنى مشكله، شو هي الحاله، هي نحن قدام حاله سليمه او حاله خبيثه، وبالتالي نحن دائما بنطمئن الصبايا انه الموضوع ان شاء الله بيكون هين، ولكن دائما لازم نحن
نحن نطلب الاستشاره الطبيه ونشيك حالنا بالفحص. في فرق بنقول التهاب غدد لمفاويه ممكن يكون، الام المرضعه ممكن يكون في عندها كتل، كمان ما بتخوف تماما. يعني الكيسات الحليبيه مثل ما حكينا، اورام غديه الليفيه، ضخامات العقده التهابيه، طبعا هي امراض شائعه كثير وهي الاشياء الحقيقه من السرطانات، ولكن دائما بنحكي عن كل حاله بحالتها باستقصاء شوعي معين بصوره بسيطه بصوره ماموغراف، فنحن بنعطي بيانات للمريض ونطمئن ان شاء الله على هذا الموضوع. تمام دكتور، خلينا نحكي عن الغدد الليفيه يلي كثير من السيدات بتخاف منها. ليف معناتها سرطان، ليف معناتها رح يتحول لبعدين، ليف ما له علاج. كثير من الاقاويل خلينا هيك نركز عليها ونحكي عن الليف يعني، وخاصه الورم الليفي. هو الورم الليفي هو الورم الغدد الليفي اللي ذكرناه من شوي، هو من الاورام الحميده يلي مثل ما حكينا ما بتخوف، ودائما سن الاصابه بين 20 و30، حجم بين 2 و3 سنتي. نحن ذكرنا دكتور بس ما حكينا انه هو بيروح ولا ما بيروح. الحقيقه الموضوع هو الكتل اللي فيه على الغالب بتحتاج مراقبه، لانه معظمها بيضل بحجم او ممكن انه يتزايد حجمه، ولكن بقائه بالثدي هو ما له مشكله بسن معين. هذا الاصل. اما بسن متقدمه فنحن دائما بنحاول انه نستأصل هي الكتل لحتى ما يضل الموضوع ببال المريضه، وبنفس الوقت نشيك عليها هل هي فيها خباثه او هي حاله حميده. يعني بيستأصل الليف، بيستأصل وما الليف بيرجع. تمام، ما بيرجع، لا يستأصل بعمر فوق ال 35، تحت ال 25 بتكفي المراقبه مع اخذ خزعه بالابره. طيب دكتور خلينا نحكي الحالات اللي ممكن هي فعليا نشك انه هي ممكن يكون حاله سرطانيه او كتل سرطانيه معلومه يعني كل الناس بتحب تعرفها وتتعرف عليها. نسب السيدات اللي هي اكثر اصابه، فينا نقول الوراثه بتلعب دور او يمكن الحاله الصحيه بتلعب دور، او احيانا يعني كنا نسمع قبل انه بيقول لك النساء اللي تصاب بسرطان الثدي فوق ال 35، هلا عم نسمع واستضفنا عندنا حالات باعمار صغيره عم نتفاجئ فيها. تماما، هلا العوامل اللي بتاثر بشكل جوهري على الموضوع السرطان او هي كده هي سرطانيه او لا، هي عوامل عديده الحقيقه، ولكن اهم هي العوامل هو العامل الوراثي. والوراثة بتلعب دور كبير بتشكيل السرطانات وطبعا بأي عمر. والحقيقة الدراسات الوراثة من الطرفين ولا أنه الطرف اللي هو أكثر الوراثة نسبة. الوراثة دائما تقابل الصبغيات هي من الأب والأم. تمام، فدائما العلاقة الطردية هي علاقة تناسب طردي بين الكتل أو الكتل الخبيثة والوراثة. والدراسات لاحظت أنه في مورثات مشتبهة وجودها بالصيغة الصبغية للأنثى بيأهب بشكل كبير للإصابة بسرطان المبيض وسرطان الثدي الحقيقة بشكل عام. في عوامل تانية كمان فينا نحكي عنها، هي البلوغ المبكر عند الأنثى كمان من العوامل اللي بيأهب. السمنة البدانة كمان بتأهب لتشكل السرطانات، طبعا نحن ما عم نحكي عن عمر معين ولكن الغالب انه يكون بعمر كبير شوي. تعدد الولادات الكثير عند المراه او عدم الانجاب، هدول اثنيناتهم من عوامل خطوره الحقيقه لتشكيل سرطان الثدي، اضافه لتناول الاستروجينات والمعيضات بفتره معينه كمان بيأهب الحقيقه لسرطان الثدي. نعم دكتور، خلينا نحكي بين علاقه الكتل ككل بجميع انواعها وبالانجاب. بيقولوا اذا في ليف اذا في كتل بالثدي ممكن ياثر على انجاب؟ الحقيقه لا، هي المعلومه خاطئه، ولكن الكتله بتتاثر بهرمونات الحمل وهرمونات المراه اثناء الحمل. أوكي. تمام، ولكن الكتله اللي فيها هي ما لها دور، هي موضوعه بالثدي، مشكلتها متعلقه بالثدي، ولكن الانجاب هذا ما بياثر ابدا. ممكن انتم عم تحكوا عن الكتله اللي موجوده بالرحم الحقيقه، الياف بالرحم. لا نحن بس عم نضوي على موضوع الكتله اللي بالثدي، هل بتاثر او لا؟ واللي هل بياثر ولا لا؟ لا ما بياثر ابدا الحقيقه. طيب خلينا نحكي كمان، حكينا تفاصيل معينة قديش فعليا في ظروف بتهيئ لها فعليا السيدة أو الصبية تصاب بسرطان الثدي من الوراثة. هلا نسمع كثير إنه في مواد مسرطنة، نظام الأكل أو اختلاف نمط الحياة كمان بيهيئ هي الخلية اللي نحن بنسميها طفرة. تمام. ممكن يساعد على فعليا تشكل كتلة سرطانية. تماما، الحقيقه العامل الاكثر خطوره والاثبتت فعلا انه هي لها دور بتشكل هي الاشعه، تعرض للاشعه الحقيقه وتعرض للمواد المشعه، هي اكثر العوامل اللي عملت اللي حكيت عن الطفرات، تمرد خلايا الثدي وتشكيل السرطانات. اما في عوامل ثانيه ممكن هي عوامل مثل ما حكينا عنها العلاقه بالمراه
بهرموناتها، بايمت بلشت حياتها، ايمت بلش بلوغها، هل هي تزوجت بوقت متاخر، هل الدوره عندها او تاخرت لانقطعت، فهي كل هاي العوامل تعتبر عوامل مهمه للحقيقه للسرطانات. بس لما نحكي اشعاع مثل شو يعني هلا الاشعاع يعني مثلا في كثير من الصبايا ممكن نقول مثلا اذا فتت على محل او مول هي الابواب بتاثر اذا مرقنا ولا لا؟ كثير لا لا الاشعاعات هي اشعاعات الحقيقه اجهزه الاشعه والتعرض لدرجات عاليه منها تمام والاشعاعات اكيد الذريه والنوويه والمناطق اللي فيها نوع من هي الاشعاعات. تمام، خلينا دكتور نحكي عن الغذاء الصحي للصبايا لحتى كل حدا عم يعاني من اي نوع من الكتل كيف بده يغير لايف ستايل تبعه، الرياضه قديش مهمه، والمياه، وشو هو الغذاء اللي لازم نبعد عنه مثل الفاست فود والى اخره. الحقيقه دائما الغذاء الصحي والغذاء المتناسق بيفيد الجسم ككل، والثدي هو جزء من هذا الجسم. ايضا ممارسه الرياضه والتمارين الرياضيه بشكل دوري اكيد بيساهم بتقويه مناعه الجسم، وبالتالي نحن ممكن نحن نحبط اي محاوله مثلا لتشكل سرطانات بالثدي. اضافه لمثل ما حكينا المواضيع يلي لها علاقه مثلا بانجاب كميات كبيره من الاطفال او استخدام الهرمونات لاسباب معينه او لسبب معين، احنا دائما نكون واضحين بهذا الموضوع، ونحب ننبه وننوه انه موانع الحبل الفموية الحقيقة ما لها دور ابدا بتشكيل السرطانات بالنسبة لهذا الموضوع. طب دكتور خلينا نحكي عن اكثر التهابات فينا نقول الثدي شيوعا، شو هي الاعراض اللي ممكن تحس فيها السيدة او الصبية والعلاج؟ تمام، التهابات الثدي هلا التهاب الثدي دائما نحن بنحكي انه المرأة بسن بأي سن معين ممكن تتعرض لأي حالة من حالات التهاب الثدي بأي عمر، وخاصة المرأة المرضع. هلا التهابات الثدي أشياء أعراضها هو حس الألم بمكان معين من الثدي، احمرار بمكان معين من الثدي او بمجمل الثدي، حينز سائل قيحي من الحلمة، وجود علامة تموج بجدار الثدي، هي كلها من العلامات اللي بتوجه انه في عندنا احنا التهاب او خراج بالثدي. والحقيقة التهابات الثدي علاجها بيتراوح بالحالة، فدائما بيجينا المريض احنا بنعمله تقييم شعاعي وتقييم بالايكو بالاشعة، بنعرف شو وضع الثدي بالنسبة لنا، وبنبلش ممكن نبلش بصادات حيوية فموية، او في مرضى بنلجأ لانه نعطيهم صادات وريدية الحقيقة، وفي حالات معينة وهي حالات إسعافية وخصوصا عند المرأة المرضع انه بتشكل خراجات بالثدي. الحقيقة خراجات الثدي هي حالة جراحية إسعافية بتستدعي التفجير السريع لحتى نحن نمنع انتشار الخراج بمناطق أكبر من الثدي، ويحتاج وتحتاج الصبية أو المريضة لإجراءات جراحية أوسع. نعم دكتور نحن كثير بدنا نشكرك، شكرا كثير لك ورمضان كريم. عافية أكيد نشكرك دكتور على وجودك معنا، شكرا كثير لك.